خويا هاد السيد مسكين راه شي عامين تقريبا هو معانا هنا في هاد الكراجات كيرفعوا عليه الناس هنا العيالات كيعطيو اللي قسم الله، ولكن مؤخرا ملي مرض صاحبي كينعس وسط الزبل كذا. ما فهمتش انا هاد الناس مسؤولين شنو الدور ديالهم. عندنا حنايا واحد هنا اللي فيه شويه الضو ما نعاودوش الهضره، هو القايد زكريا الله عمرها دار كيتعاون باقي الشاب تبارك الله، هو اللي فيه شويه كوراج كيشوف بحال واخا دايره كروسه وكيقول لك شوف ولدي وادي، المهم كيتعاون معاك. وقع عليه خويا كان مختل عقليا، الدراري هنا ديال الحومه هما اللي كيعوموا وكيحسنوا لي، كان ساكنه في كراج ودابا هو مات. رحنا اليوم مشينا دفناه وشو معنا الناس ودرنا ليه العشاء ديالو على الناس ديال الحومه وبنينا ليه الوشاق ديالو وعشيناه، ديناه يومين الميريزكو ما بغاوش يشدوه، يومين وحنا كنجريو معاه في الميريزكو ما بغاوش يشدوه، ما فهمنا والو. ما بغينا هاد الناس اصاحبي يعيقوا شويه وينقيوا هاد البلاد تنقى، واللي كاين شي حفر يحيد وبنادم يطلع هاد الشباب يطلع جيل زوين. مسكين هو ما كان يعاني من تمارض، راه على الوسخ والعفن والتشرد. تبيني وبينك ملي وليت نعس في الارض راه مازال حنا كنبدلوا ليه الفراش نشطبوا ليه، وكاين واحد الدراري هنا تبارك الله هما اللي واقفين معاه، كاين هاد الدراري قلت لك هاد الشباب هما اللي كيتعاونوا معاه حسنوا ليه كيعوموا كيدوروا معاه كيفرشوا ليه. اليوم الناس ديال الدرب كل واحد عطى شويه والعيالات كيطيبوا وجمعنا شي بركه ودرنا الوثاق وكل شيء عطى وكل شيء ساهم والحمد لله، ودفناه مشينا دفناه مع بحالنا بحال الناس. مهم داز عنده داك الشيء عادي طبيعي، غير واحد النقطه بغيت نوصل انا لهاد الناس المسؤولين واللي عندهم فلوس بان احنا شعب الرجوله، واخا ما عندنا حتى ريال ما عندنا خدمه ما عندنا سالير ما عندنا والو، والله اخويا اقسم لك بالله لا شعب تبارك الله في المستوى. وهذا الشيء راه ماشي الدور ديالنا حنا باش غتنوض تهز واحد دي دفني ودير لي العشاء ولا تعطيه، ولا ماشي دورنا حنا، ولكن حنا رجال مغاربه قفينا الدم ديال الرجله. حنا راه دابا تكون عندنا شي حاجه نمشيو نحاربوا ما عرفت فين نموتوا. واخويا راه نقول لك واحد الصراحه، انا براسي تجوجت وندمت. علاش ندمت؟ ندمت على هاد البلاد صاحبي اللي غتولد فيها الولاد صاحبي، تاش من بلاد راه كرفصوه راه محنوه راه ما بقى فيها ما يدير، المتشردين ها الحفر لا خدمه لا يديك لا يخليك لا رعايه لا سبيطار لا والو، بنادم كيموت عاد كتبقى تتسنى لا جاك شي واحد ولا ما جاكش ولا المرحوم يعني ولفتوه ما ولفنا راه ولا بحال خونا صاحبي. كتصور اقسم لك برب الكعبه الا كنكونوا دايرين طويجين كاع انا والمراه عندي وهذيك كتقول لي مسكينه هبط ليه واخا عا شويه في خبيز، المهم ضروري ولا بحال كنت تلاقى معاه في المحلابه بغى شي حاجه ياخذها، المهم عيش معنا في السيكشور دوز معنا رمضان العيد كبير كل شيء ماشي غنقول لك انا ولا كل شيء هاد الساكنه كامله كل شيء كيدوروا معاه العيالات كيكونوا غادي للمدرسه الصباح يعطيو درهم المهم هلاين فيه، ولكن راه غيكون عندي شي 50 عام شي 50 عام دابا سميتو غتكون شي بحال هكاك شي 60 50 55 كيقول لك عنده وليدات وعنده كل شيء، ولكن اخويا راه هذا الشيء راه بزاف. منين جا هو راه اصلا ولد هنا كابر في مديونه، ولد مديونه فهمتي، ولد مديونه راه معروف هو راه كابر هنا، ولكن هاد الناس مسؤولين بغيناهم يديروا الدور ديالهم اصاحبي، حيت حنا راه ما عندنا علاقه في هاد الشيء، راه بنادم حقا الخير خصو يكون، ولكن اصاحبي راه خصهم يديروا خدمتهم، راه حنا دابا بحال كندربوا عليهم هاد العيوب هاد، وكنشكركم نتوما اللي كديروا هاد الاعلان وكتبينوا هاد الفضايح بحال هكا، حيت اصاحبي راه ما كانش هاد الشيء. يلا ولينا كنشوفوه بالفضل ديالكم نتوما، كتجبد لك واحد بقى خمس ايام وخانز ميت، كتجبد لك واحد في الطريق، كتجبد لك واحد ما عنده ما ياكل، كتجبد لك واحد خاصو عمليه، كتجبد لك مراه كتولد في السبيطار، حنا هادشي ما كناش كنشوفو مزيان، هادشي بالعكس حنا كيشرفنا والله سيدي اقسم لك بالله الا ما عندي ما نقول. هات اخويا باش تعرف هات العيالات جايين من كسكسو، هذه مرا مسكينه هي بنت سبيل الله وعزيز علينا الله يعمرها دار. كنا واقفين معاه دائما فيما كيبان مع الصباح، مالنا بحال هكا كيبغى الفطور شي حاجه كنعطيه في سبيل الله، بحال كل الحوايج الماناط مرات تفارضنا كاملين وعطيناه باش دوز ليه يونس الله يتولى يخلي لي صحيحته، بقى فينا بزاف حق يتقال، يعني كيقول لك عنده عائله وعائله ما كايناش، إلا كانت أصلا عندك أنت عائله وعندك مرا وعندك ولاد عندك خوت عندك خواتات ومخلينهم شردينو ليحينو في برد الشتاء عريان مسكين ما لاقي لا باش يتغطى لا والو، كل ما لقاش هاد الناس هادو هاد الراجل هذا مسكين فين غيمشي؟
راه لا اله الا الله والله العظيم الا وقفوا معاه والخير كله كيبقى لهذا الولد هذا. الناس هنايا اصلا هذا نقول لك من الاخر شي هاد العيالات اقسم بالله شي هاد البلاد كون حكموا العيالات والله زيدت فيهم خير. كاين اللي مراه دابا باركه من الصباح كدير في كسك صوبه، كاين اللي جاب دابا من غزطه 400 باغا تعطيها. نقول لك اللي كاين راه بصح تفارضنا كيفاش تحزن الفكره. اختي كانت جالسه قالت لي واش غادي نديروا، نديروا شي ثلاثه خسارين نديروا واحد الصدقه. بداو تيجمعوا الجيران من عندنا من الموبل، ملي شافوا الفلوس كثيره والناس كيعطيو هما يديروا صدقه كبيره. صافي داروا فيها الديسير وداروا فيها جمعوا فيها الناس وتبارك الله هاد الناس اللي جاو ما تيجيوش في اي بلاصه في الموت كاع، جاو الناس راه شي 300 واحد. جاو الناس بزاف وهاد الخزانه هادي اللي واقفه واحد السيد توا مات اليوم صدقوا حتى هما معشينو. تبارك الله خير ما شاء الله خير وجد ليه. خويا جا واحد من العائلة قال لهم ما كنعرفوش، قالوا لهم ما كنعرفوه ما والو، نكرو بحال حتى شي حاجه ما طراتش. مشاو عند عائلته واحد قالوا لي ربك مات سد الباب ما تسوق وما والو. اذا هذا السيد ترب فهمشي فعاش معانا، راه حنا عائلته ما عندوش العائله، راه عائلته ما الدراري